لخبز التورتيلا رح نحتاج لاثنين كوب طحين، معلقة صغيرة ملح، وكوب ونص مي، معلقة صغيرة زيت شعبان. احنا كثير بنحب انه نجرب كل شيء نعمله بالبيت، وجربنا انه احنا نعمل الخبز العادي، بس خبز التورتيلا ما اظن في كثير ناس جربوها. مزبوط. بس من المقادير اكتشفت انه الموضوع سهل. انا بحكي للشيف بس هاي المقادير، الموضوع سهل، بس خلينا نشوف كيف التطبيق بده يصير. لا هي سهله كثير. انا عملتها هاي ايام الحجر، كان جعبان شيء مكسيكي ويعني بدنا نغير كنا، بعدين الخبز خفيف بتحسي، طلعتها كثير طلعت خفيفه. هي بس طحين وملح ومي زي ما شفتوا بالمقادير. هلا بالمكسيك عاده بيعملوها بعدة أنواع من الطحين، يعني ممكن تنعمل طحين عادي، وبيستعملوا كمان هم طحين الذرة. الذرة. أوكي. فاليوم أنا هيني رح أجرب، عشان كلياتكم أكيد عندكم الطحين العادي وبتقدروا تجربوها. هاي رح أعملكم إياها اليوم بطحين الذرة. هاي بكون هيك ملمسه عادة. أوكي. أنعم بيكون. يعني. بكون أنعم. هلا الفرق بيناتهم بيطلع هيك، يعني في بتحسوا إنه في ملمسه غير طبعاً. وهذا كمان للي عنده حساسية من الطحين العادي. 100%. فبقدر يستعمل هاي. أول إشي رح نعمله رح نحط الطحين، وفي عليه رشة الملح اللي أوكي. عنا، ورح نحط عليه مي. كل كاسة طحين تاخد 3/4 كاسة مي. أوكي. فالكاستين بدهم كاسة ونص. هلأ أنا هون حاطة كاسة، رح أحط المي عليها. المي بتكون دافية عشان تساعدكم أكثر. عشان تساعدكم أكثر بالعجن. طبعاً الشغل مع الطحين العادي بيكون كتير أسهل من الشغل مع الطحين الذرة. من اي ناحيه بده مي اكثر؟ بده هذا بده مي منيح، وهو الصراحه بيشرب شوي من هالمي. هلا بتشوفي كيف، يعني كيف قصدي انه بتحسوا انه نشف، بس ينشف ترجعوا بتحطوه. اوكي. كمان شويه مي عليه لحد ما تحسوا انها خلص بدت تتشكل عندكم عجينه. يعني مشكلته دانا بس انه بيشرب المي وبصير ناشف. أوكي. الطحين العادي بشربها وبتضلها عجينه عندك. هاي هاي بتحسيها شوي بتنشف، يعني تشرب اكثر كميه مي. تمام. حلو. بس هيها اشي بسيط وما بتاخذ كثير وقت. بده يكون واحد محضر مقلاي طبعا، او اشي هيك حتى يعني سطح زي الصاج زي هيك عشان يقلي عليه. اوكي. بس نفس الشيء اذا يستخدموا الطحين العادي بدهم يستخدموا نفس مقدار المي. نفس زي مقدار ما قلت المي. كل كاسه بدها 3/4 كاسه. تمام. مزبوط. أوكي. طيب اذا كان عندكم اي اسئله اي استفسارات ثانيه وحابين انكم تتواصلوا معنا، ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. رح احاول اقرا قد ما بقدر من التعليقات اللي رح توصلنا لحتى يعني نجاوب على كل اسئلتكم. زي ما حكيت لكم الشيف اليوم كل وصفاتنا مكسيكيه، ورح نبلش اول شيء بخبز التورتيلا لحتى نشوف كيف بدنا نعمله. بس رح ابلش انا اقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا، والشيف قاعده عم تعمل بالعجينه. اوكي. قاعدين عم بيقولوا لك يعطيكي الف عافيه شيف، الله يعافيكم. كثير بنحب مطبخ المكسيكي. الصراحه الكل بحبوه، بحس كبار صغار كله. هلا لسه كنا قاعدين نحكي انا ودانا، صح، انه في يعني انه قد ايه الناس بتحبه. بحبه لانه متنوع. متنوع ومش كثير في اشياء مطبوخه ومقليه وهيك. صح. وفي زي ما حكيتي يعني في الفليفله، في الذره، في الفاصوليا الحمراء، وفي الخس. وزي ما قلتي انه اللي بيعاني من حساسيه بالقمح بينعمل بطرق ثانيه، مثل خبزهم زي ما احنا اليوم عاملينه، مستخدمين طحين الذره مش الطحين العادي. خلص هيها شايفه كيف؟ هاي لكل الاشخاص اللي بيعانوا من الحساسيه. هي صارت عجينه. وهي لا فيها خميره، فاحنا لا بدنا نقعد نستناها. هلا بدي احطها. لا بدنا نحطها والله تخمر، ولا بدنا نحطها شيء. ممكن تتركوها ترتاح شوي طبعا، بس حتى لو ما تركتوها عادي. أوكي. هيها هيك بكون شكلها. طيب ارجعي بس ذكريني هيك سريعا، لانه عم بيطلبوا منا ايش المقادير تبعت الخبز لكل الاشخاص اللي انضموا لنا هلا. طيب هلا بدكم تحطوا كاستين طحين عادي، او بدكم تحطوا طحين الذره زي ما بتحبوا، وبنحط لهم الكاستين كاسه ونص مي. اوكي. ورشه ملح. أوكي. بس هاي احنا هون مستخدمين نص الكميه، فعشان هيك حطينا 3/4 كوب مي، ما كملناها كلها. مزبوط. صح. اوكي. هلا ايوه هلا شو لازم التحضيرات انا. طبعا. هلا زي ما انتم شايفينها هي هيك بتكون. هاي بتعملكم تقريبا هيها. انا دائما بحب اعملها هيك الصراحه. اي هيك، وبعدين بقسم قد ما بدي منها بتبعت ال بتحاولي انه تطلعيهم انه يكونوا قد بعض تقريبا. بتقدروا انتم توزنوهم، بس هي اجمالا بيطلعوا تقريبا شيء 6. اوكي. تمام. يعني اذا استخدموا كميه كامله اللي احنا حطيناها بالمقادير بدهم يطلع معهم 12 وحده. مزبوط. تمام. على أوكي. هو طبعا حجمهم وهيك قديش هم حابين. اوكي. هلا رح احطها هون. انا اكثر شيء حبيته هاي الزرعه، بدي اشوف لايش بدها تستخدمها، كلها ارقام ومقاسات وزي المسطره.
ما هي قياسات تعرفيها عشان انت بتشوفي قديش بدك قطر الدائره. مثلا 15 سنتي 17 سنتي قد ما بدك اياها. اوكي حلو. رح احطها واروقها هيك. هلا انا رح اعملها تقريبا على ال 15. اوكي. هلا حتى خبز التورتيا لما بتشوفيه بالسوق دانا في منه بكون صغير في منه بكون كبير. صح احجام. اه في هلا عماله بكون في الفاميلي سايز بكون كتير كتير بتكون هالقد. اوكي. فهو على قد ما بده اياها الواحد بيعملها. دقيقه بس نظبط اطرافها. بتعرفي هلا حلو صار اللي عنده حساسيه كتير بيقدر ياخذ انواع، يعني مش بس طحين الذره وطحين جوز الهند هذيك المره شفت وطحين اللوز، فبقدروا يعملوا كتير بيتفننوا بكتير شغلات. صح مزبوط. يعني هلا هو صح سعرهم اغلى شوي بس اللي عنده حساسيه يعني بيضطر انه يعمل. بس بدنا نحاول انه نعمل لهم زي ما كنا انا والشيف هاني عم نحكي انه بدنا نحاول نعمل لكم حلقات يكون فيها وصفات صحيه لانه كتير عم تطلبوا منا نعمل وصفات صحيه. فرح نعمل مثلا وصفه خلينا نقول براونيز بطريقه عاديه، وللاشخاص اللي حابين انهم يخففوا من السعرات الحراريه اللي فيها رح نعملها بطريقه صحية أكثر، ونحكي لكم إيش هي الاستبدالات اللي لازم تعملوها. فابعتوا لنا إيش بتحبوا وصفات نعمل لكم إياها، بتحبوا وصفات حلوة، بتحبوا أطباق رئيسية، بتحبوا سلطات، ابعتوا لنا كمان عشان تساعدونا بخلال الحلقات الجاي إيش نحضر لكم فيها أنا والشيف هانيا. بالضبط. هذا كان اليوم قرارنا، كنا اليوم بدنا نعمل لكم إياها هاي العملة. بعدين رجعنا قلنا نأجلها شوي للأسبوع الجاي عشان ناخذ رأيهم كمان. بالضبط. عشان يتشجعوا ويتحمسوا معنا ويحكوا لنا إيش هم بدهم نعمل لهم وصفات. هلا انا بس بدي اقول لكم شيء، لما بتشتغلوا بالطحين العادي عاده بتعطيكم الشكل الدائري اسرع، انا مشان هيك قلت لكم انها هي هذا شوي اصعب طحين الذره. بس هيها طلعت تشكلت وما احلى دائره ممتاز، وبتزبطوها بالمرق زي ما بدكم حتى تطلع مرتبه حلو. هلا انا هون عندي مقلاي. اوكي. حط فيها يدوب معلقه زيت او اقل حتى. رح اخذ خبزه التورتيا، شوفوا كيف ما احلاها تكون. وهيك بدك اياها تكون رقيقه رقيقه ورقيقه كثير. اوكي. هيها وراح احطها هاي المقلاي، انا يا دوب دهنه فيها اقل من معلقه زيت يعني بس اول مره. اوكي. بالفرشايه او بالرش او بال مزبوط يعني يا اما بترشوها يا اما بتحطوها. والمقلاي حاميه. والمقلاي حاميه. هلا رح نحطها على هذا الجهه شوي وبس تبدا تنفخ من عندي من هون رح نقلبها على الجهه الثانيه.